المستشار محمود الخضيري رئيس محكمة النقد الأسبق. سيادة المستشار، قراءتك للبيان الخاص بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة. والله هو في بعض الإيجابيات، وهو اعتماد المبادئ التي توافقت عليها القوى الوطنية كمبادئ حاكمة للدستور، الدستور اللي هو هيضعه مجلس الشعب إن شاء الله، أو اللجنة التي كونها مجلس الشعب القادم بإذن الله. ولكن أنا الحقيقة كنت أتمنى من المجلس إن هو يعطي مساحة كبيرة للوزارة عشان في السياسة الداخلية والخارجية، لأن الوزارة بغير هذا ستصبح مجرد سكرتارية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وده شيء غير مقبول إطلاقا. الحاجة دي النقص اللي هو موجود في البيان، وبالعكس كان واضح جدا منه إن هو هيطلع بالسياسة بهذه السياسة في الفترة الانتقالية، وده شيء الحقيقة كنا نتمنى ألا يحدث. طب سيادة المستشار، الجزئية اللي حضرتك ذكرتها المتعلقة بمجلس الوزراء، ألم تقرأ ردا على ما تنتقده أو ما تقوله في موضوع أو في النقطة المتعلقة بدعم رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة سواء بالانتخابات القادمة أو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد أو الانتخابات الرئاسية؟ هو ده دعم، بس الدعم غير ان يبقى حر في رسم السياسة، يعني الدعم يدعموه وده شيء طبيعي، لكن المفروض ان هو يبقى له مساحة من الحرية في تسيير امور البلاد من في الداخل والخارج، ما يبقاش هم المجلس الاعلى للقوات المسلحة المسيطر على كل حاجة. الحاجة الثانية الحقيقة اللي ما عجبتنيش في البيان، فيه كده لهجة تهديد وتعالي ما كنتش اتمنى انها تبقى موجودة، لان اللي موجودين في ميدان التحرير موجودين في كل مدينة دول ناس ثوار، واذا كان حاجات صدرت منهم فده من شدة الانفعال، ولكن عادوا عنها، يعني قطع الطرق عادلوا عنه، اللي موجودين ثوار وهم اللي عملوا الثورة والثورة مستمرة، فيعني مخاطبتهم بهذه اللهجة التعالي ما ننساش احنا دايما ان احنا ما ننساش ابدا ان كل مؤسسه الدوله بتاخد سلطتها من الشعب، فيعني ده الشعب صاحب السلطه اللي هو بيديها لمن يشاء، فيعني مخاطبته بهذه اللهجه الشديده غير محبب وغير مطلوب الحقيقه. طيب اخيرا سياده المستشار، انتقد البعض غياب الحديث عن من خلال هذا البيان عن محاكمات النظام السابق ورموز النظام السابق، تتفق أم تختلف؟ لأنه البعض أيضا البعض الآخر رأى أنه هذا البيان ربما يكون بيانا عاما وتكمن التفاصيل في تنفيذ جدول زمني لدى مجلس الوزراء. هو المحاكمات الحقيقة تسير ببطء، وبعدين محاكمة الرئيس بالذات فيها نوع من التردد والشائعات تحطها، فإحنا يعني محتاجين الحقيقة للمحاكمات دي تتسارع، واهم حاجه تنقصها حاليا ونادينا بها طالما نادينا بها واخيرا رئيس الوزراء طلبها من المجلس الاعلى، اللي هي الشفافيه والاعلان وتصوير هذه الجلسات وسماح للاعلام بكافه اجهزته بالتواجد فيها حتى يطمئن الناس الى ما يحدث فيها، لان كده في مرحله غموض مخلية الناس بتتشكك في أي إجراء يتخذ. النهاردة الناس لا تثق في أن الرئيس محبوس، ولا تثق في أن أولاده محبوسين، وأنهم سيقدموا للمحاكمة. كل يوم تطلع علينا شائعات تقول أن بعض البلاد العربية بتساوم على أنه ما يتحاكمش وتدفع مبالغ، وده شيء بس بكرامة مصر جدا العلنية هتمنع كل ده وتخلينا نثق في القرارات اللي بيصدرها القضاء، ولا يحدث أي شيء مما يحدث الآن من تذمر من الشعب من القرارات التي تصدر. مستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقد الأسبق، شكرا جزيلا لك.